ما هو الكافيار؟ الكافيار هو بيض مملح وغير مخصب، أي لا يحتوي أجنة. يستخرج من أنواع معينة من السمك، أهمها سمك الحفش الكبير، ويعد هذا البيض طعاما شهيا وفاخرا في العديد من بلدان العالم، حيث يباع بأسعار عالية جدا، ويفسد الكافيار بسرعة مع مرور الوقت، لذا لا بد من إبقائه مبردا باستمرار حفاظا عليه، وقد يحتاج إلى التعقيم والبسترة، ومن ثم التغليف بصورة مفرغة من الهواء لشحنه دون أن يتلف. تختلف أنواع الكافيار ونكهته وطعمه وثمنه، وذلك حسب السمك الذي استخرج منه، فهو مجرد صنف من الطعام له أنواع كثيرة متعددة، وتقدر قيمته حسب لونه وقوامه ونكهته. يدخل في إنتاج الكافيار حوالي 26 نوعا من السمك، وهي جميعها من أنواع سمك الحفش. أما الأسماك الأخرى مثل السلمون الذي يضاف بيضه فوق السوشي، فلا يعد بيضها كافيارا، بل هو صنف آخر من الطعام. تعد روسيا إحدى أهم الدول المصدرة للكافيار في العالم، حيث تستخرج أعداد كبيرة منه من مياه البحر الأسود وبحر قزوين قبالة السواحل الروسية. ومن أسماك الحفش الذي يستخدم منها الكافيار الحفش الأبيض والأسطرة والسفروج، ويتراوح لونه بين الرمادي والأسود حسب النوع. ويذكر أن العديد من بيوض الأسماك الأخرى تباع تجاريا على نطاق واسع، وتكون تكلفتها منخفضة جدا مقارنة به، ولكنها ليست كافيارا حقيقيا. ومن أمثلتها بيوض السلمون الأبيض والبلم. وتقدر أرباح تجارة بيض الكافيار القانونية في أنحاء العالم جميعها ب100 مليون دولار سنويا، أما بيعه في الأسواق السوداء فيعود أيضا بمبالغ طائلة. وتستهلك الولايات المتحدة الأمريكية وحدها القسم الأكبر منه، حيث يصدر إليها 60% من الإنتاج العالمي السنوي من كافيار بيلوغا. وهذا النوع هو الأغلى والأعلى ثمنا بين أنواع الكافيار جميعها. يمكن تحضير الكافيار باستخراج عناقيد البيض الطازجة من داخل سمكة الحفش بعد اصطيادها على الفور، وبعد الحصول على البيض يفلتر بلطف بمنخل للتخلص مما قد علق به من أنسجة السمكة أو بقايا الدهون، ثم يضاف إليه الملح بنسبة تتراوح بين 4 حتى 6%، وذلك لحفظه من التلف وتقوية طعمه الأصلي. وقد يضاف مسحوق البورق إلى الكافيار أيضا كما يحدث في إيران مثلا. ولا بد من أن يحتفظ بالكافيار الطازج ضمن درجة حرارة تتراوح بين 0 و7 درجات مئوية، ثم يصدر إلى أنحاء العالم ليباع بأثمان باهظة. يعد الكافيار صنفا مترفا من الطعام، ولذلك فلا تؤكل منه في العادة سوى كميات صغيرة جدا في كل مرة، إذ يتميز باحتوائه كميات مركزة من بعض العناصر الغذائية ومن أهمها الكوليسترول، حيث تحتوي كل ملعقة من الكافيار على ثلث القيمة اليومية المنصوح بها من الكوليسترول بأكملها. ونظرا لكثرة المخاطر الطبية عند المبالغة باستهلاك الكوليسترول، فإنه يجب عدم الإكثار من تناول هذا الطعام بتاتا. تحتوي كل ملعقة طعام من الكافيار وزنها 15 غرام على العناصر الغذائية التالية الموضحة في هذا الجدول. تتلخص فوائد الكافيار بأنه منشط للدورة الدموية والقلب، ومفيد لكل من أمراض القلب والشرايين، وذلك لاحتوائه على تركيزات عالية من عدة عناصر تفيد الجهاز الدوري في جسم الإنسان، ومن أهمها أحماض الأوميغا 3 الدهنية. وهذه الأحماض عبارة عن دهون غير مشبعة، ويعتقد أن لها دورا كبيرا في الحماية من جلطات الدم وحماية الشرايين من التصلب، مما يساهم في تقليل احتمالية السكتات القلبية وينقص مستوى ضغط الدم. عدا عن ذلك، يحتوي الكافيار على فيتامين B12، وهو عنصر مهم في بناء خلايا الدم الحمراء ومساعدة الجسم على استهلاك الأحماض الدهنية. كما يعد السيلينيوم الموجود بكثرة في هذا الطعام مضادا للأكسدة وحاميا لخلايا الجسم من الضرر، وقد يكون مضادا للسرطان. لا يستخدم الكافيار الحقيقي إلا من سمك بحري يدعى سمك الحفش باللغة الإنجليزية ستيرجيون،
ويوجد في العالم حوالي 27 نوعا منه، يختلف العلماء في عددها أحيانا حسب دراسة جيناتها، ولا يمكن الحصول على الكافيار إلا من 26 نوعا منها، ويكون بعضها أكثر تقديرا من غيرها. أما النوع المتبقي وهو الحفش الأخضر، فهو النوع الوحيد الذي لا يمكن أخذ الكافيار منه إطلاقا، لأن بيضه يتسبب بسمية عالية. يعيش 25 نوعا من أسماك الحفش المنتجة للكافيار في المناطق المائية المعتدلة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ولا تعيش في أي نوع من البيئات سواها. وتعيش أغلب أنواع الحفش في البحار، ولكنها تصعد إلى الأنهار عكس التيار مرة واحدة كل 6 سنوات للتزاوج ووضع البيض، ويكون ذلك في فصل الربيع أو الصيف، إلا أن بعض أنواعها تعيش في المياه العذبة بصورة دائمة. ويتميز هذا السمك بأنه عديم الأسنان، كما يسمى أحفورة حية، لأن هيئته تغيرت بنسبة ضئيلة جدا على مر ملايين السنين الأخيرة. توجد 3 أنواع رئيسية من الحفش، تأتي منها معظم إيرادات العالم من الكافيار، وهي البيلوغا والأسترا والسيفروغا، حيث تعيش هذه الأنواع الثلاثة جميعها في بحر قزوين، كما ينتج بعض الكافيار من البحر الأسود وبحر أزوف الواقع بين أوكرانيا وروسيا. وبصورة خاصة يقدر تجار الكافيار بيض حفش البيولوجا، وهو نوع من هذا السمك يعمر فترات طويلة جدا قد تتجاوز 100 عام، وفي بعض الحالات قد يصل طوله إلى ما يقارب 10 أمتار، ويبلغ وزنه أكثر من 2000 كيلوغرام.